دكتور ماكو صوت. هسه هسه ايه رجع. اوكي، فعندنا هذا الموضوع اللي هو كيناماتيكا وفلويد موشن، فقط راح نشتق قانون الكونتينيوتي. هذه دازلكم انا اياها، دازلكم اياها PDF، فقروها قرايه. فهنا نيجي على القانون مال الكونتينيوتي هذا، لا هذا تحفظوه لأن هذا قانون مهم جدا، يعني كل المسائل راح يدخل فيها قانون الكونتينيوتي. فحتى نشتق القانون عندنا فلو داخل هاي البايب أو القناة، فلو هنا نقطة واحد وهنا نقطة اثنين، هناك مواصفات وهنا مواصفات، هذه المنقط هذا هو الكنترول سيرفيس، يعني هنا شغلنا داخل هذا المنقط. مواصفات الفلو وان دايمنشنال، اتجاه واحد، ستدي ما يتغير مع الزمن، انفيزيت ما بي لزوجه، فيسكوزيتي يعني ماكو، ويونيفورم منتظم. فور فلويد فلوينج ان اني سيستم، اي فلويد يجري داخل اي سيستم، ذا ماس crossing any section، الكتلة اللي تعبر أي مقطع، in unit time في وحدة الزمن، remains constant. إذن أي كتلة تعبر هي باقية ثابتة. يعني أنا عندي بايب أدفع بيه 5 كيلو مي أو 5 لتر، المي هو باقي نفسه ما يتغير. إذن قانون حفظ الكتلة، المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، مختصر مفيد، هذا ما أخذي قبل. المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، يعني باقية ثابتة، لا تفنى يعني باقية ثابتة. 5 كيلو وخمسة كيلو. إذن remains constant، تبقى ثابتة، ما تتغير. Unless ما لم A certain mass is added or subtracted. إلا إذا أني من هاي المادة ضفت لها مادة من غير جهة أو سحبت منها مادة. يعني عندي فلو مي، المي يجري داخل بايب، هذا المي باقي هو نفسه، لا يزيد ولا راح ينقص. إلا إذا أني دخلت على المي مي النور، إذا زدته أو سحبت منه. القصد شنو؟ عندي هذا البايب وعندي هذا فلو، هذا فلو، فلو يجري هنا، إيش قد إم ماس دخل هنا، راح يطلع لي نفسه دخل 5 كيلو غرام، راح يطلع لي 5 كيلو غرام. إلا إذا خذت مني أنا سحبت منه كيلو، راح يطلع لي 4. أما إذا ما أخذت منه فهو باقي 5. أو من هاي الجهة أضفت له 2، راح يطلع 7. إذن الكتلة باقية ثابتة، قد تدخل تخرج. Unless إلا إذا a certain mass is added، أضيفت، or subtracted، أو أخذت استقطعت. نجي عندي الماس على التايم، ماس على التايم هي M dot وهاي كونستانت، هذه شي يسموها الام دوت، ماس فلو ريت، ماس فلو ريت. اذا وحدتها شنو؟ كيلوغرام
على الثانية. الماس وحدها نسميها ماس، وحدتها كيلوغرام، قسمناها على الزمن صارت اسمها ماس فلوريت. ماس فلوريت جريان الكتلة، وتغيرت الوحدة مالها لأن مع الزمن فصارت كيلوغرام على الثانية. إذا الام دوت هي كتلة على التايم، والكتلة شو تساوي لي؟ كثافة في الحجم، density في الفوليوم، density رو في الفوليوم. الفوليوم راح اخذ بارتكل صغير، هذا اخذ بارتكل من الفلويد قص شويه منها واجيبها هنا، اقول هذه مساحتها اي وارتفاعها اس. اذا الحجم ايش قد عندي؟ مساحة القاعدة اي في الارتفاع اس، يعني مسافة، مساحة القاعدة في هاي المسافة. الرو تبقى عندي ثابتة، والأي هم ثابتة. المسافة على الزمن شو تساوي لي؟ مسافة على الزمن سرعة، صح؟ وياي؟ اي نعم دكتور، صح. إذا المسافة على الزمن سرعة. إذا القانون مال الماس فلوريت طلع عندي رو دنسيتي فيلوسيتي مساحة مقطع الاريا، هذه كلها نسميها الماس فلوريت ام دوت. إذا الام دوت هو رو فيلوسيتي اريا، الوحدة مالها كيلوغرام على الثانية. إذا الام دوت بين هذا المقطع واحد ومقطع اثنين، هذا اثنين وهذا واحد، رو 1 في 1 اي 1 يساوي لي رو 2 في 2 اي 2 يساوي لي كونستانت. إذا كم كيلوغرام بالثانية؟ هنا دخل يساوي لي كم كيلوغرام بالثانية؟ هنا ما تغيرش، بس هنا اسمه واحد وهنا اسمه اثنين، أما كميته ثابتة كونستانت، ما بي لا زيادة ولا نقصان. هذه معادلة رقم واحد. إذا الماس فلوريت هاي تحفظها مثل اسمك، من يقول لك ماس فلوريت هو رو في اي density velocity area، density velocity area for incompressible flow. احنا شغلنا كله incompressible، ليش؟ لان الرو ثابتة، لان عندي مي، والمي ايش قد تضغط عليه يعني يتغير، بحيث التغيير ماله الكثافة ماله تتغير تغير بسيط ممكن أن نهملها، ممكن أن نهملها. فهي أنا أجي على هذا القانون M dot rho V A، الرو كونستانت أسحبها ثابتة، أنا عشان مخليها هنا ال M dot على الرو تساوي لي كيو اللي هو شنو؟ فوليوم فلوريت. صار عندي فوليوم فلوريت كيو، وصار عندي ماس فلوريت ام دوت. هذه وحدتها كيلوغرام بير سكند، وهذه وحدتها متر مكعب على الثانية. احنا بالنسبة لنا هاي السنة او هذا الكورس والكورس الجاي ان شاء الله إذا بقينا طيبين، تعاملنا كيو اللي هو متر مكعب بالثانية. من تعبرون على الثالث راح يصير عندكم الفلو شنو؟ هذاك كومبرسبل، راح تشتغلون هواء كومبرسبل فلويد فلو. الكومبرسبل
الرو ما تساوي ثابتة، فشغلكم كله راح يصير ام دوت، ام دوت رو في اي. لكن احنا هنا عندنا الرو ثابته، فشغلنا راح يصير كيو، الكيو اللي هو في اي فقط، الكيو في اي هذا فوليوم فلوريت او فلوريت فقط، بس ماس فلوريت تاخذوها ان شاء الله. يعني احنا اخذناها بس تستخدموها واستعمالاتها عندنا قليله جدا او معدومه، بينما بالمرحلة الثالثة إن شاء الله من تأخذون الغاز دايناميك، الغاز دايناميك كل التعامل ام دوت، فهاي تحفظوها، هذه الكيو تساوي في اي، والام دوت تساوي رو في اي، هذه فوليوم، فوليوم فلوريت، وهذه ماس فلوريت، ماس فلوريت، هذه متر مكعب على الثانية، هاي مهمة جدا، وهذه بالكيلوغرام على الثانية، كيلوغرام على الثانية. بعدين قال لك اكو يعني الويت فلوريت اللي هي قامة، هاي عوفوها. اذا واضح عندكم الكونتينيوتي اكويجن كيو تساوي في اي او ام دوت رو في اي، هذني شلون اقول لك شو اسمك تقول له فلان، قوانين هذه مع الحياه، هذه الافرج مين فيلوسيتي، احنا دائما ناخذ السرعه هي المعدل، اي مساله نحلها وناخذ المعدل، انا داخل بتفاصيل هذه اقروها فقط، فقط للقراءه. هسه نجي ان نطبق على الكونتينيوتي، يعني ماس فلوريت هذه الفلو بالبايب كونتينيوتي. هسه نجي نحل هذا السؤال، نحلكم مثال مثاليا على تطبيقاته، تطبيقاته ما بيها، وهي الموضوع بسيط جدا. بعدنا هنا 120 سنتيم، اذا هذا دايمتر 120 سنتيم، بايب از ان سيريس وذ 60، إذا هذا 120 متصل مع بايب آخر 60. speed of water in the 120 سنتيم 2 متر، إذا السرعة هنا بهذا البايب من هنا، هذا البايب منطيني إياها شقد 2 متر، what is the water speed بال 60. نجي احنا قلنا Q1 تساوي Q2، Q1 تساوي Q2، قلنا ماكو تغيير، دخل عندي هالقد يخرج هالقد، اذا الكتلة عندي ما تتغير، يعني عندي بايب واحد ما عندي تفرعات، لو عندي تفرعات اختلفت الوضعية، لكن عندي بايب واحد اختلاف وين بالدايميتر، واحد 120 والاخر 60، هذا ال 120 منطيني السرعة ومنطيني دايميتر، هذا منطيني دايميتر ويريد السرعة، فدي أطبق قانون الكونتينيوتي. قانون الكونتينيوتي شو يقول؟ يقول Q1 يساوي Q2، ال 1 هو ال 120 وال 2 هو 60، ال Q1 هي V1 I1 سرعة واحد مساحة مقطع واحد، سرعة اثنين مساحة مقطع اثنين، هو شو يريد مني؟ يريد مني الفي 2، اذا الفي 2 شو تساوي لي؟ اي 1 على اي 2 مضروبه في في 1. اجي هنا الاي 1 ايش قد؟ الاي 1 انتبهوا على هاي،
لان هاي شغلات اساسيه بس ناسينها. الاي 1 منطين الدايميتر فباي على 4، في الدي سكوير، هاي واضحه مو واضحه شباب؟ واضح الو، دكتور. مساحة الدائرة شلون تطلعوها؟ نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة، إذا عندكم نصف قطر، نصف القطر تربيع في باي، وإذا منطيكم دايميتر، الدايميتر باي على 4 في الدي كيف سكوير، تربيع؟ واضح هذا مو؟ نعم دكتور. أوكي، إذا هنا باي على 4 وهنا باي على 4، باي على 4 وهنا باي على 4، فهاي راحت مع هاي، وقبس الدايمتر سكوير على الدايمتر سكوير، وفي 2 السرعة معلومة عندي، طلعت السرعة 8، وهذا منطقي لأن بالبايب العريض سرعة 2، هنا نزل إلى النص السرعة لازم تكون أكثر، يعني ايش قد يقل عندي مساحة المقطع او الدايميتر او نص قطر البايب، السرعة تزيد. سؤال اخر، او هذا اير، عوفوا الاير، الهواء عوفوه. هنا عندي سؤال، هذا السؤال يعني متشعب البايب، فعندي الكتلة هنا تدخل، عندي هنا الكتلة من تدخل، تدخل بكيو 1 راح تتشعب هنا كيو 2 وهنا كيو 3، إذا هنا اختلفت عندي الوضعية، إذا كيو 1 ما تساوي لكيو 2 ولا تساوي لي كيو 3، كيو 1 هنا راح تساوي لي كيو 1 تساوي لي كيو 2 زائدا كيو 3، منطيني هنا سرعة ومنطيني دايميتر. دكتور هنا لأن الكيو 1 يعني تفرعت على كيو 2 كيو 3. بالضبط، راحت اتقسمت بين ال 2 بين ال 3، لو عندي البايب مستمر هيجي خوش، هاي كيو 2 اعتبرها مثلا، كيو 1 تكون تساوي متساوية. كيو 2 بس هنا لين تشعبت، فالكيو 1 تساوي مجموع هذول اثنينهم، واضح؟ واضح دكتور. شيريد in the figure shown below find Q1 و Q2 و Q3 we read V3. عندي Q1 V1 I1، I1 هو باي على 4 في الدايمتر سكوير، هذه I1 مضروبة في السرعة 1 اللي هي هاي، طلع عندي Q1، إذا Q1 هي الكلية، اجي على كيو 2 هذه هم منطيني سرعه ودايمتر، اذا اقدر اوجدها، اي 2 هو باي على 4 في الدايمتر 300، يعني اشوف ملي متر احوله الى متر، اشتغل متر، انا ما اشتغل لا سنتيم ولا اشتغل مليم، فباي على 4 في الدايمتر سكوير هي الاريا، منطيني السرعه 2.5، طلعت عندي الكيو 2. إذا الـ Q1 هي Q2 زائدا Q3، هو شو يريد؟ وجدت Q1 وجدت Q2، بعد عندي الـ Q3، الـ Q3 شلون أوجدها؟ Q3 هي Q1 ناقصا Q2، فطلعت عندي الـ Q3 اللي هي الماس فلو ريت، فوليوم العفو، الـ Q هي الفوليوم فلو ريت.
الكيو هي الفوليوم وفلو ريت هو قانون الكونتينيوتي، قانون حفظ الكتلة. طلعت عندي الكيو 3، اجي اطبق القانون كيو 3 عندي واي 3 عندي، بقى عندي بس المطلوب في 3، لان الكيو 3 شو تساوي لي؟ كيو 3 تساوي لي اي 3 في 3. اذا الفي 3 شو تساوي لي؟ هذه تساوي لي كيو 3 على اي 3، هذه اعرفها. وهاي باي على 4، والاربعه ان شاء الله جت هنا، وهذا الدايمتر سكوير. طلعت عندي السرعه قد 9.54. واضح هذا السؤال؟ اذا كونتينيوتي قانون بسيط بس مهم جدا، بكل فلو بكل فلو يدخل قانون الكونتينيوتي الاستمرارية أو قانون حفظ الكتلة يسموه، وهو في أي. بعد ما يكون عندي البايب متصل الكيو بالإنلت تساوي الكيو بالإكزيت، ما عندي مشكلة. إذا تشعب البايب مثل هذا فالإنلت، الإنلت شو يصير بي؟ هذا الكيو 1 وهذا 2 وهذا 3، هذا يساوي مجموع عن اثنين. إذا عندي بايب مثلا هنا هنا، ضفت هنا، راح تختلف الوضعية. بس يعني هسه عندنا بايب واحد وبايب متشعب، يعني نوعين. هسه واضح هذا؟ واضح دكتور.